مين انتي؟ شو عم تعملي هون؟ انت شو اللي فوتك على البيت؟ ليك اذا انت هلأ طلعت دغري ما بحكي لحدا انه شفتك هون بالبيت، لانه اذا شافك السيد فريد وعرف انك فتت على بيته بالسر وفتت على حمامه وعملت دوش كمان، والله بموتك ما بيتركك عايش. يلا اطلع. أنا بكون السيد فريد وهذا بيتي. جد؟ أنت السيد فريد صاحب البيت؟ مو أنت الجرسونة اللي كانت بالحفلة؟ ليلي شو عم تساوي هون؟ بلا، أنا هي اللي شفتها بالحفلة. أنا تأخرت وكان لازم روح من زمان بس شردت ونسيت حالي. طيب انت شو عم تعملي ببيتي؟ طباختك نازلي. طيب ونظمية وين؟ توفت. بقصد نظمية بتكون ستي، واهلي سموني على اسمها لما ماتت، يعني دوائر الدولة وكمان الست اقبال بسموني نظمية، الله يسامحهم. بس انت فيك تنادي لي نازلي، اسهل عليك مو هيك؟ والأكل أنت عم تساوي؟ إيه. وأنت عم تكتبي الملاحظات؟ إيه أنا بقصد خبرك فيها شو تعمل. فريد بيك والله مو قصدي ضل بالبيت، وكان لازم أمشي من فترة طويلة لأنه ست إقبال نبهتني على هالموضوع وقالت لي اطلع قبل ما تجي. أنا على الوقت بطلع كل يوم، بس اليوم تعطلت ساعة موبايلي ما بعرف شو صاير له، وأنا كمان نسيت حالي لبين ما جهزت الأكل ونظفت البيت وخلصته كله. تنظيف؟ أنا اللي بنظفه كل يوم. سيد فريد بعرف إنه هالشي ما كان منيح بالمرة، والحق كله علي أكيد لأنه نبهتني ست إقبال، وإذا بدك تضل تيجي الطباخة الجديدة. إذا بدك تضلي بكفي إنك تخبري الست إقبال، بس لأعرف إنه في حدا بالبيت لما أرجع. ولا بقى تحطي زبيب على الملفوف مرة تانية.